ايه اللوحة اللي انا شفتها دي يا هانا؟ ايه عجبك؟ لا يا استاذ يوسف، اللوحة دي بالذات مش للبيع للأسف. عجباني؟ انا مرضتش اعمل لك فضيحة بره قدام الناس. فضيحة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. في ايه؟ اللوحة دي مسروقة، انا لازم اطلع على كل اللوح التانية. مش يمكن كمان يكونوا مسروقين؟ انا مضطر اوقف المعرض ده فورا. نفسي اعرف هتوريني ازاي؟ هتتصرف ازاي؟ قولي هتتصرف ازاي؟ هو انت مش عارفني؟ مش فاكرني؟ هو انت فاكر ان انا هسمح لك تسرق لي فرحتي؟